فاكر جامون متحدي من تونس. أول حاجة حبيت نشكر التنظيم متاع المسابقة متاع البولينج اللي في مستوى عالمي من التنظيم. نشكر الإدارة سي كمال وجميع اللي سبونسور، وإن شاء الله فوز للجميع وإن شاء الله تكون حاجة به إن شاء الله. أنا فهد الكويتي ممثل دولة الكويت، جاي نشارك هنا في هذه البطولة وسعداء بالمشاركة، ما هي أول مرة، هذه تقريبا يمكن سابع بطولة نشارك فيها في مراكش. ونشكر كل الموجودين، نشكر الغايمين على هذه البطولة سي محمد وسي كمال والسبونسر الثانيين، ونشكر المشاركين اللي جاوا من كافة المدن، وحظ أوفر حظ، نتمنى لهم حظ موفق إن شاء الله والفوز للكويت إن شاء الله. Je suis Christophe, je représente avec mes camarades, on est venu de Casablanca, le bowling de club de Casablanca pour représenter notre club et puis surtout partager la fête, partager le bonheur de pouvoir être ensemble sur un tournoi national avec un sponsoring magnifique. Donc tout le monde est content. Merci en tous les cas de l'accueil de Marrakech. Kamal, le bowling Marrakech, et مرحبا بكم في بطولة مراكش وكبرى للبولينغ. هذه البطولة برعاية السي محمد لوليجي. في هذه البطولة تقريبا 12 سنة يتقام في إطار تطوير اللعبة على الصعيد المحلي مراكش وعلى الصعيد الوطني، بوسك حنايا ولينا تنستقبلوا عدة مشاركين من عدة مدن مختلفة وكاين حتى من خارج البلاد. يعني هذه البطولة في تطور مستمر، الهدف ديالها كما قلت لكم هو أننا نطوروا اللعبة على الصعيد الوطني، وعلاش لا إن شاء الله من هنا لقدام نوصلوا للجامعة برعاية الجامعة المغربية للبولينغ. أستاذ محمد وليجي، اليوم تنعيشوا واحد الحدث، حدث وطني، حدث تاريخي، لأن يعني تنحاولوا ما أمكن اليوم أن تكون النسخة الأولى من بطولة البولينغ محمد وليجي، على أساس إن شاء الله أنها تكون إضافة جديدة للرياضات في المغرب، لأنه تنحاولوا وتنجاهدوا باش أنها تكون عندنا جامعة مغربية للبولينغ. هذا العمل هذا كان عمل جبار بتكاتف الجهود ما بين عدة يعني متدخلين هنا بمدينة مراكش، واللي سبق لهم يعني كانوا سبق لهم أنهم يأسوا عدة مرات جمعية من أجل يعني هذه الرياضة هذه، إلا أنه حنا في طور هذه الجهود هذه يعني ننجحوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم كيف تنقول أن مراكش هي تتعيش حدث خاص والمغرب يعيش حدث عام، لأنه هذه الرياضة هي رياضة على ما أظن أنها منسية في المغرب، مع العلم أن عندنا عدة شباب يتقنون هذه اللعبة هذه، لذلك تنحاول ما أمكن أننا مستقبلا نأسوا جمعية مغربية من أجل رياضة البولينغ، تنضاف إن شاء الله الرياضات الأخرى بالمغرب، ونكونوا حنا السباقين بمدينة مراكش في تأسيس هذه الجمعية. هذا الدوري أو النسخة الأولى محمد وليجي للبولينغ تتعرف عدة مشاركين من عدة دول، من دولة تونس الشقيقة، كذلك دولة الكويت، كذلك الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى عدة مدن، طنجة، الرباط، الدار البيضاء، اللي هادو سباقين أنهم أسوا جمعيات مثل نادي الدار البيضاء ونادي طنجة للبولينغ. لذلك حنا كان بيناتنا مسبقا واحد التنسيق على الصعيد الوطني، وفي هذه المناسبة تنشكروا حتى السي كمال اللي هو دائما صار على إنجاح هذه الرياضة داخل مدينة مراكش، اللي يعني بالتواصل معاه ومع عدة أندية استطعنا أن نجمعوا هذا الكم الهائل من المشاركين اليوم في مدينة مراكش.